السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض مع الفصل الرابع من كتاب ستيب 7 ان 7 ستيبس للكاتب سي تي جونز Working with Step 7 Programs and Data. استعرضنا مع بعض لغاية آخر مرة نظرة سريعة كده على التعليمات الخاصة بالبروجرامينج في أو مجموعات البرمجة الانستراكشنز الخاصة باللادر والاف بي دي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع العنوان التالي حسب التسلسل الموجود في الكتاب اللي هو Comments on Working with Step 7 Programs and Data. الكاتب بيدينا بعض الإيضاحات أو بعض الكومنتس تعليقات كده على الشغل بالستيب 7 Programs and Data. The programming tools and software resources of Step 7 are designed to facilitate the development of a well-planned and organized program. A program that can be easily started and later maintained. التولز اللي موجودة عندنا او السوفت وير بتاعنا نفسه وادوات البرمجة اللي موجودة عندنا متصممة ان هي او متصممة عشان تطور بيها الشغل بتاعنا، ولكن المشروع بتاعنا لابد ان هو يكون ويل بلاند او الشغل بتاعنا يكون متخطط كويس وبرنامج مترتب بشكل كويس على اساس ان احنا نقدر نشغله بسهولة وفي نفس الوقت نقدر نعمل له صيانة فيما او في الوقت اللاحق. Tasks associated with developing your program with step 7 are truly straightforward and simple. المهام اللي موجودة عندك المصاحبة لعملية تطوير البرنامج بتاعك بشكل حقيقي مباشرة وبسيطة. If thoughtfully designed and developed, the program will process efficiently and correctly and allow easy interpretation of block operations and flow. لو انت تتبعت او عملت عملية التصميم بشكل كويس ونفذت بشكل كويس تأكد انه البرنامج بتاعك هيقوم بالعملية اللي انت عايزها بشكل كفء وشكل صحيح، وتقدر بعد كده انك انت تتبع عملية الفلو نفسها بتاع البرنامج والبلوكس اللي موجود عنده. In the remainder of this chapter, examples of developing blocks and using the step 7 programming instructions are presented in a step by step manner. في الفاضل من الشابتر اللي معانا هيتم عرض امثله لتطوير البلوكس بتاعتنا او البلوكات الخاصه بالبرمجه وكمان تعليمات البرمجه نفسها خطوه بخطوه واحنا شغالين. Regardless of the size of your control task, بغض النظر عن حجم العملية اللي انت بتقوم بيها او المهمة بتاعتك، you can accomplish the required tasks by breaking the job into smaller tasks. القاعدة دي اتفقنا عليها من اول ما بدأنا هذا الشابتر، انه مهما كان حجم العملية اللي عندك كبير انت تقدر تبسط الشغل بتاعك عن انك انت تقسمه الى عمليات بسيطة. العمليات البسيطة لما تقسمها بعد كده هتيجي تبص تلاقي نفسك من تكوينها مع بعضها وصلت الى العمليه المتكامله اللي هي كانت باينه في البدايه هي عمليه معقده. The following checklist will aid in the regard in this regard as well as in highlights major development steps. الكاتب بيدينا تشيك ليست في الخطوات الجايه. التشيك ليست دي هتساعدنا واحنا شغالين بليست او بنعمل ستيب 7 بروجرام وداتا، هتساعدنا ان احنا بخطوات واضحة كده وبسيطة نعمل كل حاجة. تشيك ليست working with step 7 programs and data. أول حاجة define major technological functionals unit of machine أو process. هتعرف الأجزاء الرئيسية الوظيفية في المكنة بتاعتك أو في العملية اللي أنت بتعملها. يبقى أول حاجة بتقسم الخط بتاع الإنتاج أو المكنة أو العملية إلى أجزاء رئيسية. Define subtasks of each machine process unit including inputs and outputs. بعد كده بتقسم كل جزء من الأجزاء اللي أنت عملتها دي إلى أجزاء فرعية. لو جينا مثلا نتكلم على example. Example مثلا في خطوط الطباعة اللي موجودة مثلا طباعة على ورق. الطباعة على ورق هتلاقي فيه جزء خاص بالإيديت إعطاء البي أوف أو الإرسال. البي اوف دون بيبقى عليه الورق اللي احنا اللي هو الورق الخام. بعد كده بيبدا يخش على الجزء الخاص بالكابستان او الشداد اللي هو بيشد الورق.
بعد كده بيعدي على المنطقة الخاصة بالطباعة اللي هي بتديني الأحبار المختلفة على مناطق الطباعة المختلفة. بعد كده بيبدأ يطلع على الجزء الخاص بالشد أو تجميع الورق نفسه في النهاية. فكده نقدر نقول إن أنا عندي 4 أجزاء رئيسية غير أجهزة القياس اللي موجودة عندي. كل جزء من ده بنبدأ نقسمه إلى أجزاء فرعية. يعني مثلا المكنة اللي بيستقبل عليها، هتلاقي عندي فيه جزء للتحميل، جزء لتنظيم الشد، جزء للسبيد، جزء الكذا. فلما بتيجي تنزل لأجزاء فرعية بقى بتبدأ تحدد معاها الانبوتس والاوتبوتس بتاعتها اللي لازمة ليها، سواء كانت ديجيتال او كانت انالوج، ايا كان شكل الانبوت والاوتبوت بنبدأ نحددها معنا واحنا شغالين. بعد كده سبيسيفاي وان اور مور بلوكس اللي هي الاف سيز والاف بيز وهكذا تو هاندل ايتش سب تاسك. هتبدأ تعمل لكل جزء من الاجزاء الفرعية كده يا اما فانكشن يا اما فانكشن بلوك، انك انت هتنفذ العمليات بتاعتك فيه. بمعنى ابسط، قد يكون عندك عدد من الفانكشنز او الفانكشن بلوك يكافئ عدد الوحدات الفرعيه اللي موجوده عندك. بعد كده ديترماين داتا بلوك ريكوايرد باي ايتش بلوك، لو كان جلوبال او كان انستانس داتا بلوك، تبدا تحدد البيانات اللي انت محتاج تحتفظ بيها في داتا بلوكس وتبدا تحددها لكل جزء من الاجزاء اللي موجوده عندك. بعد كده ديفاين كنترول لوجيك فور ايتش ديفايس اوبريشن اوف اللوجيك بلوك. هتيجي بعد كده الجزء اللوجيك او العمليات المنطقيه، تبدا تحددها لكل جزء من العمليات اللي موجوده عندك. بعد كده اساين ابسوليوت ادريسز تو انبوت اوتبوتس تايمرز اند كاونترز. هتبدا بعد كده تخصص عناوين معينه بالنسبه للانبوتس والاوتبوتس، تقول ان انا هوصل مثلا السنسور ده على انبوت كذا، هوصل الكونتاكتور ده على اوتبوت كذا. تبدأ تحدد الانبوتس والاوتبوتس بتاعتك، تحددها للعناوين المتاحه عندك. بعد كده ديفاين بريمري الوكيشن اوف بيت ميموري فور ايتش لوجيك بلوك. انت بعد كده بتبدأ تحدد الميموري اللي انت عايزها لكل بلوك من البلوكات اللي موجوده عندك. بعد كده ديترماين ديفولت لانجوج فور كرييتنج بلوكس. هتبدأ تشتغل، شوف انت هتشتغل بايه. لو انت الشغل بتاعك مثلا يحتاج انك تشتغل باللادر اشتغل باللادر، لو يحتاج انك تشتغل بالاف دي اشتغل بالاف بي دي، او لو يحتاج انك انت تشتغل بالاس تي ال هتشتغل بالاس تي ال. كرييت اند انتر داتا فور ايتش جلوبال داتا بلوك. تبدا تنشئ البلوكات اللي هي الخاصه بالبيانات الداتا بلوكس وتدخل البيانات بتاعتك فيها. الخطوه اللي بعد كده تبدا تعمل ديفلوب للكود بلوكس اللي هي بنكتب فيها الفانكشنز والفانكشن بلوك اللي بنكتب فيها التعليمات بتاعتنا. creating control logic for each task، تعمل العمليات اللي لازمه لتشغيل كل مهمه من المهام بتاعتك. بعد كده بتعمل determine the processing requirement how often and from which OB of each block. على سبيل المثال الحاجات الخاصه بالستارت اب، تبدا تحدد انت هتعمل ايه بالنسبه لعمليه المعالجه نفسها، ايه اللي هيحتاج ان انت تعمله في البدايه، ايه اللي هيحتاج ان انت تعمله بشكل دوري، ايه اللي هيحتاج ان انت تعمله بشكل انتربت. بتبدا تخطط هذا الكلام. الخطوه اللي بعد كده تبدا تعمل داونلود اند تيست اتش بلوك سيبريتلي باي كولينج ذا بلوك فروم او بي 1. تبدا تستدعي الفانكشنز بتاعتك والفانكشن بلوك وتختبرها تدريجيا داخل الاو بي 1 اللي موجود عندك. لو مشينا بالخطوات دي اللي قدام مننا هنوصل الى ان احنا هننفذ الكلام بتاعنا بشكل افكتيف. الخطوات اللي قدامنا دي 13 خطوه، لكن صدقني لو مشيت بيها وانت بتبدا مشروع مهما كان المشروع معقد هتوصل بيه لحل مبسط جدا، مهما كان شكل الانبوتس او الهاردوير اللي انت هتستعمله او شكل السوفت وير اللي انت هتستعمله. على الاقل لو وقف معاك مشكله معينه هتلاقي المشكله بسيطه جدا، او زي ما بيقولوا محدوده، سو ليميتد في جزء معين او في وظيفه معينه او في عمليه معينه نقدر نتعامل معاها ببساطه. واحنا ماشيين بنجمع في التولز بتاعتنا اللي بنشتغل بيها في المرحله الجايه ان شاء الله، محتاجين ايضا ان احنا نعمل فيونج اند اديتنج سيم بلوك ادرس. احنا شفنا العناوين المطلقه اللي احنا بنتعامل معاها زي الانبوت وزي الاوتبوت وزي الميموري وزي التايمرز والكاونترز، لكن احنا واحنا بنتكلم قلنا ان احنا ممكن نعبر عن هذا الكلام بشكل رمزي السيمبوليك ادريسز.
البيزك كونسيبت او القاعده الاساسيه اللي احنا بنتعامل معاها في هذا الموضوع، السيمبوليك ادريسز ار الفا نيوميريك نيمز اساين تو ذا ابسولوت ادريسز ان يور بروجرام يوزنج ذا سيمبول اديتور. في عندنا بقى حاجه جديده اسمها السيمبول اديتور، ده بيتم استعماله ان احنا نعمل بيه او رموز نتعامل بيها مع العناوين اللي موجوده عندنا ايا كان. Whereas symbols created in the symbol table may be accessed anywhere in the program and are considered global or local symbols, refer to names given to the variables assigned in the declaration table of a block. انت تقدر تستعمل السيمبوليك تيبل او السيمبول تيبل ورموز المتغيرات بتاعتك إذا كانت داخل الفانكشن نفسها أو بشكل جلوبال عام في البرنامج كله. أنت بتحدد هذا الكلام سواء في الجزء الخاص بالديكلاريشن الخاص بالفانكشن أو بالبلوك اللي موجود عندك، أو تقدر تعمل هذا الكلام بشكل جلوبال عن طريق السيمبل تيبل. وهنشوف السيمبل تيبل ده اللي هو أحد الشاشات اللي إحنا بنتعامل معاها سواء بشكل عام من خارج أو من خارج محرر البلوكات نفسها، يعني هو له شاشه مخصصه بيه او له نافذه بتفتحها انك انت تعمل هذا الكلام من خلالها، او ممكن ان احنا بنعمله للاليمنتس نفسها داخل المحرر البلوكات. The use of local symbols is restricted to the block where they were declared. لما بنتكلم على الرموز المحليه اللي هي بتبقى داخل البلوك نفسه، دي بتبقى محدوده ان استعمالها يكون داخل البلوك اللي تم تعريفها فيه. When you use symbolic addresses in the program or in a monitoring tools, global symbols must be enclosed in double quotes. لما بتيجي تستعمل الاسم الرمزي وانت بتشتغل، لابد انه الاسم الرمزي اللي انت بتستعمله يبقى ما بين اثنين quotes او علامتين تنصيص. And local symbols are preceded by a pound sign. العلامة اللي هي الهاش أو الشباك بتبدأ تستعملها قبل المتغيرات أو قبل الرموز المستعملة للمتغيرات المحلية داخل أي بلوك. To create a simple address is to assign a meaningful name. يعني إحنا بنختار اسم ذو معنى عشان نديه كرمز للمتغير بتاعنا. وبيتكون من 24 كاركتر ماكسيمم، أقصى حاجة 24 رمز. ممكن يبدأ بحروف ويبقى فيه أرقام، لكن هو بيبدأ بحرف أو برمز. As a substitute for an absolute address، بدل ما أقول مثلا input 0.0 ممكن أقول emergency stop e stop، بدل ما أقول input 10.3 ممكن أقول مثلا start push button، وهكذا. You may assign global symbols to all seven memory areas. ممكن إن إحنا نعمل عناوين رمزية لكل المتغيرات اللي موجودة عندنا في المساحة أو الذاكرة بتاعة الـ S7، متضمنا الـ Inputs والـ Outputs اللي هي الـ I والـ Q والـ Memory الـ Global اللي هي الـ M والـ Timers والـ Counters والـ Peripheral Inputs الـ PI سواء كانت B أو W أو D and Peripheral Outputs اللي هي الـ PQ. نقدر نعمل عناوين رمزية لكل ده. Addresses assigned from these areas may include bit, byte, word, and double word locations. إضافة إلى النوع ممكن كمان الحجم من أول البيت مرورا بالبايت والورد والدبل وورد. Simple addresses may also be assigned to code البلوكس نفسها. يعني إحنا ممكن ندي للبلوكس اللي إحنا بنعملها نقول مثلا إن الـ FB1 ده بيمثل عملية كذا، الـ FC1 ده بنعمل بيه العمليات المنطقية للجزء كذا في المكنة. OB1 احنا بنعمل بيه كذا، OB بكذا، ممكن ندي assignment للبلوكس اللي موجودة عندنا ايا كانت. You may assign symbolic addresses to blocks in the symbol editor or in the block properties dialog when the block is first created or later. الكلام ده ممكن ندخله في الـ symbol editor نفسه او محرر الرموز اللي احنا بنفتحه، أو إنه لما بنيجي نعمل إنشاء للبلوك بندخل البيانات بتاعتنا. السيمبل إيديتور بنوصل له يعني لو وقفنا على الستيب 7 بروجرام بتاعنا وجينا عند الإنزيرت هنلاقي موجود عندنا السيمبل تيبل.
السيمبل تيبل لما بنفتحه بيفتح عندنا السيمبلز اللي احنا او محرر البيانات اللي موجود عندنا. لما بنفتح السيمبلز بيبقى عندي السيمبل اديتور اللي انا اقدر ادخل فيه الرموز بتاعتي. ابدا ادخل الرموز بتاعتي، عندي السيمبل وعندي الادرس وعندي الداتا تايب وعندي كومنت لو عايز اعمل. لكن برضو هنرجع للكتاب ونشوف الخطوات اللي الكاتب عاملها لتحرير السيمبلز. بنرجع تاني للخطوات التطبيقيه الابلكيشن تيبس. السيمبل ادريسز ار ان اديشنال ايد ان فيوينج اند اندرستاندينج يور بروجرام. خلي بالك ان السيمبلز دي بتبقى موجوده في السورس بتاعك، يعني ما بتبقاش موجوده على البي ال سي، فهي بتبقى موجوده مع البروجرام اللي اتعمل علشان تفهمك او تسهل او تفكرك، لانه انت لو بتعمل برامج كتير ممكن بعد فتره بتنسى انت كنت بتفكر ازاي بالبرنامج بتاعك. فالسيمبلز اللي انت بتعملها سواء على البلوكس او على مستوى المتغيرات بتساعدك على انك انت تفهم البرنامج بتاعك مره اخرى، او انك انت تعمل له مينتنانس، او تساعد اي حد بيتتبع البرنامج او بيعمل مينتنانس للماشين نفسها انه يفهم العمليه ماشيه ازاي. The editor can be started from the schematic manager by double clicking on the symbol table object. في عنصر السيمبل تيبل لو موجود عندك في البرنامج بتضغط على السيمبل تيبل على اساس انك انت بتفتحه. وكمان من اللادر اف بي دي اس تي ال اديتور منيو تقدر انك انت تفتح السيمبل تيبل، اور فروم ويذن ذا مونيتور موديفاي تول وين اديتنج فاريبل تيبل فاريبل تيبل. احنا شفنا ازاي بنفتح السيمبل تيبل من السيماتيك مانجر. عندنا بالنسبه للسيمبل تيبل من داخل محرر البلوكات هتلاقي موجود عندك في الاوبشنز موجود السيمبل تيبل، تقدر برضو بيه تفتح السيمبل تيبل وتتعامل معاه. في حاجه اللي بيتكلم عليها الكاتب مره اخرى هي لسه ما جاش ذكرها اول مره يجي ذكرها، اسمها الفاريبل تيبل. الفاريبل تيبل دوان دي طريقه من طرق انك انت تعمل مونيتورنج ل ادريسز او عناوين معينه او اجزاء معينه من الذاكره اونلاين مع البي ال سي، وانت مش من خلال الفانكشنز او البلوكس اللي انت عملتها، ولكن ده بيتم انشاؤه الاول. وبعد ما بتعمل انشاء هذا الفاريبل تيبل بتبدا انك انت تتعامل معاه من جوه الفاريبل تيبل نفسه، تقدر انك انت تتعامل مع السيمبل تيبل او تفتح السيمبلز اللي موجود عندك عن طريق انك انت بتعمل بروبرتيز وبتيجي على السيمبل تيبل بتاعك، بتيجي على المونيتور البي ال سي المونيتور انفورميشن، عفوا بتيجي من الاوبشنز وبتيجي ايضا عندك السيمبل تيبل، تقدر تفتحه من داخل ايضا الفاريبل تيبل، تقدر تفتحه من داخل السيمبل الفاريبل تيبل ايضا، تقدر تفتح السيمبل اديتور او محرر الرموز اللي موجود عندك. اذا في ثلاث طرق نقدر نفتح بيهم السيمبل تيبل او محرر الرموز عشان خاطر تدخل بيه الرموز اللي انت عايزها في البرنامج. وبرضه بنكرر انه الرموز دي بتبقى موجوده في البرنامج اوف لاين وملهاش علاقه بالبرنامج اللي موجود على البي ال سي، يعني ان انت لو عملت ابلود لبرنامج من على البي ال سي مش هتلاقي الرموز دي موجوده فيه. For fast entry of symbolic names for IO module addresses consider entering these from the hardware configuration tool as you insert each module. لما تيجي عايز كمان تعمل سيمبوليك ادريسز للموديولز اللي موجوده عندك تقدر تعمل هذا الكلام بدءا من الهاردوير كونفيجريشن اللي موجود عندك. واحنا اتكلمنا برضو على هذا الكلام انك انت تقدر تدي اسم للهاردوير كونفيجريشن وتعمل كومنت كمان على هذا الكلام. الكاتب مدي مثلا هنا اكزامبل لبعض الرموز، مدي السيمبول اللي هو مستعمله زي مثلا تانك اي ليفل، وبالنسبه لي الانبوت 20 زيرو وده النوع بتاعه بوليان وده ليفل سنسور لتانك ايه وهكذا. ده شكل من اشكال استعمال السيمبلز عندي سواء بالنسبه للانبوتس او الاوتبوتس او للاو بي نفسه او للبلوكس سواء كانت فانكشن او كانت فانكشن بلوكس. وموجود عندي زي ما احنا شايفين السيمبل اللي انت بتستعمله والعنوان والداتا تايب وكومنت عليه. الخطوات السريعة لتنفيذ هذا الكلام من السيماتيك مانجر هنفتح البروجكت بتاعنا وهنفتح هنيجي على البروجرام اللي احنا عايزين نعمل له
كرييت او اديتنج للسيمبل بتاعنا، يا اما هنفتحه باي طريقه من الطرق اللي احنا قلنا عليها، وهندخل البيانات بتاعتنا من الخانه بتاعت السيمبل، وندخل الادرس. على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على البرنامج اللي في ايدينا، انا على سبيل المثال هقول للسيمبل ايمرجنسي ستوب على سبيل المثال اي واندر سكور ستوب، هقول الكلام ده على سبيل المثال انبوت 0.0، ده الادرس بتاعنا الابسوليوت، النوع بتاعه طبعا بوليان، وده اعتبر ان هو مفتاح التوقف الفجائي بتاعي بالنسبه للماشين. وهكذا تقدر تدخل كل الادرس اللي انت عايزها وتعمل لها السيمبلز طالما انك انت ملتزم بالقيد او القيود اللي موجوده عندك. مثلا على سبيل المثال هتكلم على الاف سي 5، الاف سي 5 هفترض ان هي الارم مانجمنت او الارم كنترول، اللي هعمل فيها الالارم كنترول بالنسبه للماشين بتاعي، وهخلي الكلام ده هو اف سي 5. طبعا دي فانكشن، وهسمي الفانكشن دي الارم كنترول فانكشن بالنسبه للكومنت. اذا انا اقدر ادخل لكل انواع البلوكات اللي موجوده عندي، واقدر ادخل كمان للادرسز الخاصه بالميموري اللي موجوده عندي. وبعد ما بخلص هذا الكلام بخزن الداتا اللي موجوده الخاصه بالسيمبلز اللي احنا عملناها. بننتقل بعد كده لعنوان جديد اللي هو creating a data block. The basic concept to create a new data block is to generate a new data block object. The new data block object is essentially a container used to store data for your process and program. يبقى انشاء data block بيبقى العنصر ال data block بنعمل insert ليه، وال data block بيحتفظ ببيانات احنا بنحتاجها عشان معالجة البرنامج بتاعنا. Recall that there one two types of data block. الكلام ده قلناه قبل كده ان احنا عندنا في shared data blocks اللي هي general على البرنامج كله، في عندي ال instance data blocks اللي هي بتبقى مصاحبه لل function block، كذاكره بيستعملها ال function block لتخزين البيانات اللي هو محتاجها. ال data blocks are comprised of two sections, the block header and variable declaration. في عندي بالنسبة للداتا بلوك البلوك هيدر اللي هو راس البلوك نفسه، وفي عندي المنطقة اللي أنا بعرف فيها البيانات بتاعتي. When you generate a data block, the header dialog allows you to define attributes of the data block, including whether it should be an instance or shared data block. أنت وأنت بتعمل create للداتا بلوك بيتم تحديد او بيتم تقديم ديالوج عباره عن صندوق في اختيارات، انت بتحدد منه بعض الخيارات بتاعتك متضمنا تعريف البلوك نفسه اذا كان انستنس او شيرد داتا بلوك. Once a shared data block is generated, you may open the data block to define and initialize the data elements. مجرد ما بتنشئ تقدر خلاص تنشئ تفتح الداتا بلوك اللي هو الشيرد داتا بلوك العام، وتقدر تعمل كتابه للمحتويات بتاعته او اديتنج للمحتويات بتاعته. When you create an instance data block, you will simply assign it to an already existing FB. لما بتيجي تنشئ بقى instance data block، وده غالبا بيبقى في حاله لما بتيجي تعمل كول للداتا بلوك نفسه، فانت بتخصصه لفانكشن بلوك already موجوده. Application tips: each function block you create will require an instant data block. ودي قاعدة عامة إنه كل function block بنعمله بيحتاج data block مصاحب ليه. You should create the function block and define the declaration table before creating the instance data block. يبقى ما فيش حد يفكر إنه يعمل instant data block ينشئه قبل ما ينشئ function block نفسه ويعمل declaration بتاعه. حتى لو عملت versions مختلفة من function block واضطريت ان انت تعمل ابلود ل داونلود اسف للفيرجن الجديد بعد تعديل في الديكلاريشن، هتحتاج ان انت تعمل ريكرييشن للداتا بلوك الجديد الانستنس بعد تعديل الديكلاريشن، لانه شكل البناء الخاص بالداتا بلوك بيتم تغييره. When the instance data block is created and assigned to an existing function block,
the structure of the declaration area of the function block اللي هي الفاريبلز بتاعتنا سواء كانت الستاتيك او الفورمال بارامترز اونلي اللي هي الانبوتس والاوتبوتس is written to the instance data block. In this way, the static variables and the actual parameters are stored in the data block on each instance the data block the function block is called. كل ما بيتم استدعاء الفانكشن بلوك بيتم كتابه البيانات بتاعتها سواء كانت الستاتيك اللي هي بتاخد التايب ستات او الفورمال اللي هي الانبوتس والاوتبوتس والان اوتبوت تايبس. كل مره بيتم استدعاء الفانكشن بلوك بيتم كتابه المحتويات المطلوبه في الداتا بلوك المرافق ليه. بيتم عمل انزيرت للداتا بلوك داخل الاريا او داخل البان الموجود الخاص بالبلوكس. يعني انت بتفتح في السيماتيك مانجر المنطقه الخاصه بالبلوكس وبتعمل انزيرت سواء من القائمه وبتعمل داتا بلوك او بتعمل ماوس يمين وانزيرت نيو اوبجكت وتختار داتا بلوك. لما بتعمل هذا الكلام بيظهر لك ديالوج كده في مجموعه من البيانات انت بتدخلها. اول حاجه رقم البلوك اللي انت هتعمله، الاسم الخاص بالبلوك وبيشمل دي بي وبعدين الرقم بتاعه. بعد كده بتحدد اذا كان هذا البلوك انستانس ولا شيرد داتا بلوك. لو كان انستانس داتا بلوك انت بتحدد الفانكشن بلوك اللي هو بيبقى مصاحب ليها على اساس انه يتم انشاء الداتا بلوك بناء على الفورمات الموجود في الاف بي في الجزء الخاص بالديكلاريشن. لو هو شيرد داتا بلوك خلاص انت اللي بتتولى هذا الكلام. بعد كده بتكتب السيمبوليك نيم لو انت عايز تعمل اسم رمزي للداتا بلوك ولو عايز تعمل اي كومنت عليه، وبعدين انت هتعمل كرييت باني لانجوج. احنا ما عندناش غير طريقه واحده لكتابه الداتا بلوكس اللي هي الدي بي. لو عايز بقى تعمل كومنت على البلوك نفسه انت بتستعمله لايه وهكذا بتكتبه في الجزء الخاص بالكومنت. بعد كده بالنسبه للجنرال في البارت، هنا بقى حاجات خاصه بالاوثر نفسه. انت ممكن تعمل الهيدر نفسه للداتا بلوك هتسميه ايه، انت عايز تعمل فيرجنز منه على اشكال مختلفه، عايز تعمل تقول ان ده جزء من فاميلي كذا في البرنامج، الاوثر نفسه تقدر تعمل هذا الكلام، عايز تعمل رايت بروتكشن ان ذا بي ال سي، عايز الخيارات المتاحه عندي بتبقى حسب السي بي يو اللي موجود عندي. كمان بالنسبه للكولز هنا ده حسب البلوك نفسه الاختيار بتاعه سواء اخر تعديل تم فيه ايه وايه الكولز اللي بتتم عليه داخل البرنامج. الاتريبيوتس هنا احنا هنستعرض مع بعض ونشوف الكاتب قايل ايه عشان ما نسبقش الكلام وما يبقاش الكلام بتاعنا عشوائي، هنمشي مع كلام الكتاب زي ما اتفقنا. الكاتب بيستعرض معانا لما بتختار انستنت داتا بلوك بتختار معاه البلوك الفانكشن بلوك اللي بيبقى على اساسه بيتم انشاء الداتا بلوك. هننتقل بعد كده للكويك ستيبس للكرييتنج داتا بلوك. Open the project and select the blocks folder وبعد كده هتعمل insert للداتا بلوك. الكلام ده لغايه السطر رقم 2. الجمله رقم 3 in the name and type field the next available data block number is placed. بيبقى اوتوماتيكالي بيتم ادراج رقم الداتا بلوك اللي عليه الدور حسب الانشاء. لو انت عايز تغير بتغير رقم الداتا بلوك زي ما انت عايز. In the field adjusting أو اللي بعد كده in adjusting field to the right of the data block select the drop arrow and choose shared أو instant. هتختار إذا كان shared ولا instant حسب نوع البلوك اللي أنت عايزه. وإن كان أنت وأنت بتعمل calling للفانكشن بلوك بتكتب اسم الداتا بلوك وبيتم إنشاؤه لو ما كانش موجود بالفعل. If instant data block is choosing as the DB type بريز ذا دروب اللي بعد كده بتختار منه الفانكشن بلوك اللي هي المصاحبه دي. بعد كده بتدخل السيمبل نيم والكومنت لو انت عايز. وبعد كده بندخل كومنت عام في المنطقه اللي تحت زي ما شفنا، كل ده في الجزء الاولاني. بعد كده بننتقل على الجزء اون ذا جنرال بارت 2 تاب ان انستنس داتا بلوك ويل بي اسايند ذا سيم هيدر اي اي الفيرجن. انت بقى هنا الانستنس داتا بلوك بيتم ملء الكلام دون بنفس البيانات اللي موجوده في الاف بي، هي اللي بيتم تخصيصها للداتا بلوك. لكن انت لو انت بقى اللي بتعمل شير داتا بلوك بتدخل البيانات بتاعتك.
بعد كده بتعمل كونفيرميشن للداتا اللي انت عملتها بيه. اوكي، يعني هو الكاتب استعرض معانا عرض مبسط للبيانات اللي انت بتحتاجها بشكل ضروري بالنسبه للداتا بلوكس، على الاقل في الوضع الحالي اللي موجود معانا، ولم يتطرق الى الاثنين سيكشن التانيين تماما. هننتقل بعد كده للايديتنج داتا بلوك. When you created data blocks for the first time, you may have created both shared data blocks and instance data block. The initial data structure and content of each instance data block you created was initialized by the editor when you associated the DB to a specific function block. لما بتنشئ الداتا بلوك اللي هو الانستنس داتا بلوك المصاحب للفانكشن بلوك، خلاص انت ما بتشيلش هم الفورمات بتاعه هتعمله ازاي، لانه هذا الكلام بيتم عن طريق الديكلاريشن بارت الخاص بالفانكشن بلوك. اون ذا اذر هاند، الشير داتا بلوك بقى في الجانب الاخر، انه الشير داتا بلوك ويل كونتين بروسيس داتا ذات ويل بي افيلابل تو اني اوف ذا بلوكس اوف يور بروجرام فور ريدنج اور رايتنج داتا. الشير داتا بلوك بقى بيبقى فيه داتا تقدر ان انت تستعملها بكل البلوكس اللي موجوده عندك في البرنامج، وبناء عليه يو ويل ديترماين ذا داتا اورجنايزيشن اند انيشال فاليوز for each data element of this shared data block. هتحتاج ان انت تشوف التنظيم الخاص بالداتا بتاعتك هتعملها ازاي، وكمان لو في قيم مبدئيه هتحطها للداتا بتاعتك هتحددها. If the data blocks you wish to work with already exist, then you may insert the initial data or edit the current data contents. لو انت هتتعامل مع داتا بلوكس بالفعل موجوده، اذا انت ممكن تحتاج انك انت تدخل القيم المبدئيه، او تحتاج انك انت تعدل في البلوك نفسه. الداتا بلوك زي كل البلوكات كان بي اديتد اوف لاين اور اون لاين، ممكن انك انت تعمل موضوع التعديل ده سواء اون لاين او اوف لاين، اند مي بي اوبند فروم ذا سيماتيك مانجر اور فروم ذا لادر اف بي دي اس تي ال اديتور. ممكن انك انت تفتحه يا اما من السيماتيك مانجر او من محرر البلوكات. ان ايذر كيس وين يو ار دان اديتنج ذا دي بي يو كان ديترماين ويذر ات از ستورد اوف لاين اون لاين ان بوث بليسز اور سمبلي ديسكارد. تقدر انك انت تخزن هذا الكلام اون لاين مع السي بي يو، او اوف لاين يعني على البرنامج بتاعك، او في الحالتين في المكانين، او بكل بساطه انك انت تكنسل كل الكلام اللي انت عملته. Variables are entered in the declaration table of a data block in the same fashion as with logic blocks. بنفس الطريقه اللي احنا دخلناها في الجزء الخاص بالبلوكس نقدر نعمل نفس الكلام بالنسبه للداتا بلوك. ليه؟ لان احنا عندنا هيبقى فيه النيم والداتا تايب والانيشال فاليو والكومنت. لو احنا جينا فتحنا اي داتا بلوك موجود عندنا بنعمل له ايديتنج، هنعمل انزرت ليه الداتا بلوك رقم 4. لما بتفتح الداتا بلوك بتاعك بيبقى موجود عندك زي ما احنا شايفين كده، دي المناطق اللي احنا بندخل فيها البيانات. عندنا ده الابسولوت ادرس بتاعنا، وعندنا هنا ده الاسم. فور اكزامبل سبيد 1 ده الاسم اللي احنا هنشتغل بيه، اللي هو عباره عن الادرس رقم 0 بتاعنا. هنفترض ان القيمه بتاعته او النوع بتاعه انتجر، هنفترض ان القيمه بتاعته 10. ممكن اجي اعمل الفاليبل الثاني اللي هو سبيد 2 واعمله ايضا انتجر، وهعمل القيمه بتاعته 20، وهكذا. نقدر ان احنا نكمل مع اي شكل احنا عايزينه. فاحنا عندنا الاربع اعمده اللي هم اللي موجودين عندي، عندي النيم وعندي التايب وعندي الانيشال فاليو وعندي الكومنت. النيم زي ما قلنا هو بيخضع لعمليه الرموز اللي هي ماكسيمم 24، بيتكون من الحروف سواء ابر كيس او لور كيس، كابيتال او سمول، وممكن ارقام زي ما احنا شايفين مستعملين سبيد 1 وسبيد 2. انواع البيانات هي انواع البيانات اللي احنا استعرضناها قبل كده. القيمه المبدئيه بتخضع لنفس نوع البيانات، الكومنت بتدخل اي تعليق مناسب انت بتحتاجه للبيان اللي موجود عندك. الكاتب بيقول انه المتغيرات الموجوده عندك في الداتا بلوك ممكن تحتوي على ثوابت وممكن تحتوي على متغيرات، على اساس انه في بعض القيم بتتغير اثناء تنفيذ البرنامج، وبعض القيم انت بتحتاجها ثوابت. تقدر تتعامل الداتا بلوك لتخزين الحالتين. If you need to edit the actual values of DB variables
at some later point you will need to switch the editor to the data view. تقدر كمان انك انت تعمل switching او عرض الايديتور نفسه الى الداتا فيو. يعني انت ممكن بتعمل هنا في الفيو نفسه تعمله داتا فيو او تعمل ديكلاريشن فيو. الداتا فيو بيظهر لك شكل البيانات اللي انت عايز تغيرها، هو ده اللي بيبقى موجود عندك ممكن تغيره. لكن بالنسبه للديكلاريشن فيو بيظهر لك كل الحاجات انت ممكن تغير فيها. اما بالنسبه للداتا فيو بيبقى فقط بالقيم اللي انت بتخصصها للمتغير اللي موجود عندك. كمان في بعض الاحيان زي ما الكاتب بيقول ممكن بتحتاج انك انت تغير حتى بناء البلوك نفسه، او تعمل ري انيشاليز ذا انتاير داتا بلوك، تغير البلوك نفسه على بعض. اللي قدامنا هنا ده اللي هو الديكلاريشن فيو، لكن احنا شفنا برضو مع بعض الداتا فيو. الكاتب مدي ايضا اكزامبل لبعض او داتا بلوك مفتوح، داتا بلوك 10 في بروجكت موجود، وموجود فيه بعض القيم وبعض الانواع، في حاجات بوليان وفي حاجات انتجر، ومديها قيم مبدئيه وكومنتس عليها. الكلام ده زي ما شفناه بنفتح من السيماتيك مانجر، بنفتح الفيو بالنسبه للديكلاريشن فيو ان اوردر تو ديكلير فاريبلز. ان ذا فيرست داتا رو كليك ذا نيم، بندخل الاسم عندنا، وبعد كده بالنسبه للمتغيرات اللي موجوده داخل الداتا بلوك، بعد كده بندخل النوع اللي موجود عندنا، وإذا كان لنا قيمة مبدئية بندخل القيمة بتاعتنا. إحنا ممكن في الخانة بتاعة التايب بنعمل ماوس التايب، بنعمل ماوس يمين ونختار الإليمنتري تايب، أو لو أنت مش عايز تكتب التايب يعني بتعمل ماوس يمين وبعدين بتختار التايب من الأنواع الموجودة، سواء كان إليمنتري تايب أو كان كومبلكس تايب. يعني أنا هنا كتبت الكلام ده استعجالا كده ب أي إن تي، لكن أنت لو عايز تختار من الأنواع الافتراضية اللي موجودة داخل البرنامج بتختار من ماوس يمين وبتختار النوع اللي انت عايزه، سواء كان elementary او كان complex data type. بعد كده from the menu select insert وبعدين declaration line before selection وال after selection. لو انت عايز تعمل insert لسطر بين السطور، انت لو عايز تعمل insert وبعدين عايز تعمل declaration line، عايز تعمله قبل ولا بعد؟ لو عايز تعمل قبل السطر اللي موجود عندنا او عايز تعمل بيفور مفيش اي مشكلة خالص، تقدر تعمل هذا الكلام بالنسبة لي على اساس انك انت تدخل عنوان تاني في النص ما بين الاثنين. على سبيل المثال سبيد 3 هعمل النوع بتاعي انتجر وهعمل القيمة بتاعتي 15. هنا انا حصل شيفتنج للعنوان اللي كان بعد كده لانه انا عملت ده قبل السطر اللي موجود عندي. تقدر تتعامل بكل الوظائف الخاصه بالويندوز زي الكات وزي الكوبي وزي البيست وهكذا. بعد ما بتعمل هذا الكلام بتخرج بتسيف هذا الكلام وبتدونه للسي بي يو. خلي بالك انه انت لو ما دونتش التعديلات اللي انت عملتها على الداتا بلوك للسي بي يو وعملت استدعاء لاي حاجه مش موجوده في الداتا بلوك، السي بي يو بتاعتك هتعمل ستوب. لذلك اي تعديلات في الداتا بلوك لابد ان يتعمل لها الاول داونلود على السي بي يو قبل ما تعمل داونلود للكولز او للبلوكس اللي فيها كولز ليها. لو انت عايز بقى بالنسبه للفيو داتا بتفتح الداتا بلوك بتاعك وبتجيب على الداتا فيو، بالنسبه للقائمه الخاصه بالفيو هيعرض هيجيب عندك فقط القيم اللي انت هتحتاج تدخلها. تقدر تعدل القيم بتاعتك مره اخرى لانه هنا بيبقى فقط تعديل القيم اللي موجوده عندك، وبعد كده بتسجل الداتا بتاعتك سواء كانت اونلاين او اوفلاين. يعني انت تقدر تعمل كونكشن هنا اونلاين، وتقدر تعمل لو انت عامل كونكت مع السي بي يو وتقرا القيم اللي موجوده على السي بي يو، او تقدر تنقلها دايركتلي وتخزنها على السي بي يو. وده اللي الكاتب قايله قبل بعد كده، سواء كان تقدر تعمل اونلاين او اوفلاين، تقدر تعمل داونلود البلوك كله وبعد كده بتعمل اكزيت بعد ما تسيب الشغل اللي انت عملته. هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل مع بعض المرات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.